رسالة أخرى من زميلتنا خلود الرفاعي، برضو النهاردة يعني بتطلعنا على أكثر يعني الأفلام المشاركة بالمهرجان تحديدا الأفلام المصرية. تعالوا نروح لخلود. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بيشهد مشاركة مصرية قوية من خلال 6 أفلام، هيشهد منافسة قوية جدا بمجموعة الأفلام على مستوى المسابقات، واللي بيتصدرها فيلم 19 به في المسابقة الدولية. الفيلم من إخراج أحمد عبد الله السيد، واللي بيعتبر من أهم المخرجين اللي أفلامه دايما بتحظى بنجاح دولي ومحلي. فيلم 19 به من بطولة سيد رجب، أحمد خالد صالح، ماهد السباعي، عبد العزيز مخدوم، واللي بتدور أحداثه في فيلا قديمة مهجورة من سنين. بيعيش جوه الفيلا دي حارس عجوز حياة روتينية جدا، وبيقضي أغلب يومه في عزلة عن عالم الشارع الخارجي المجنون، لكن فجأة بيلاقي نفسه مجبر على التعامل مع شخص تاني في الشارع المقابل لشارعه، واللي هتكون سبب في تغيير نمط حياته بالكامل. أما على مستوى مسابقة الأفلام القصيرة فبيتنافس 4 أفلام مصرية، فيلم صاحبتي، واللي بينتمي لنوعية أفلام الدراما الرومانسية، مدته 17 دقيقة. الفيلم من بطولة مجموعة من الفنانين الشباب زي إلهام صفي ومارك حجار وفاضل الجرحي وسيناريو أحمد عصام السيد وإخراج كوثر يونس. بيحكي الفيلم عن شاب اسمه علي بينصاع لاقتراح حبيبته هتكون علاقتهم قدام اختبار كبير لما تخرج الأمور عن السيطرة وعن المتوقع، ولما تصاب أدوار الشخصيتين بحالة من التشويش. حركات عليا المية سخنة على اليمين. طب لما تيجي تاخدي اوبر تكلميني هطلبهولك من عندي. سارة انتوا نازلين؟ فيلم ماما، فيلم روائي قصير بيعرض للمرة الأولى عالمياً بفعاليات المهرجان، مدته هتكون 20 دقيقة. الفيلم من بطولة مي الغيطي ودانيال شريف ومن إخراج ناجي إسماعيل. بيتكلم عن بنت بتستعد لاستقبال عامها 21 في الوقت اللي بتخبي فيه سر مرعب لحماية نفسها وشقتها. فيلم المقابلة بيحكي عن شخصية اسمها نادية اللي هتدخل في صراع الاختيار بين البقاء في البيت والاعتناء بوالدتها المصابة باكتئاب حاد، أو حضور مقابلة عمل من الممكن إنها تغير لها حياتها وتنقلها لمستوى عالي تقدر بعد كده إنها تساعد عيلتها. الفيلم من بطولة سارة عبد الرحمن ومن إخراج هند متولي. كتمي على موضوع حادثة أمك ده خالص. فيلم من عمل الشيطان هو فيلم روائي قصير بيعرض للمرة الأولى عالمياً في المهرجان، مدته هتكون 21 دقيقة. الفيلم من إخراج جيسين مختجيان. أما الفيلم الوثائقي بعيداً عن النيل مدته 99 دقيقة وهيعرض عالمياً للمرة الأولى وهيشارك في مسابقة أفاق الدولية. الفيلم من إخراج شريف القشتة. نور على نور الفيلم المصري الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد الدولية، بيتكلم عن رحلة ميدانية فلسفية بتمتد من القاهرة وعلى ضفاف النيل وصولاً للصحراء، بيبحث عن معنى النور باعتباره مفهوم ديني. الفيلم من إخراج كريستيان سور. Like these beams of light coming out. It's like, oh, is this real or is this a movie? بنشكر طبعاً زميلتنا خلود الرفاعي. مهرجان مختلف هذه الدورة، الافتتاح الحقيقة كان برضو من الحاجات الحلوة قوي في المهرجان. عدنا بيه كده لذاكرة المهرجانات اللي هي فيها روح الجمال والرقي، والحقيقة كانت من أبرز الأشياء اللي كانت موجودة في الافتتاح طبعاً تكريم الفنانة الجميلة لبلبة أو نونيا زي ما طبعاً يعني هي ده اسمها اللي بتتنادى بيه. الحقيقة إنه هي فنانة يعني على المستوى المهني طبعاً كلنا بنحبها ومحدش بيختلف على نونيا، ولكن على المستوى كمان الشخصي هي جميلة قوي. يعني أنا بتربطني بيها كده صداقة شخصية، هي عسل دمها خفيف، وعايزة أقول لكم عندها بهجة وروح الطفولة اللي فيها لسه هي محتفظة بيها جدا جدا، وعندها صفاء ونقاء كده رهيب جدا جدا. وعايزة أقول لها كمان إنه لما طلعت على المسرح وتكلمت عن والدتها طبعا الله يرحمها، وإن هي قد إيه والدتها كانت دايما بتلازمها وموجودة معاها في الكواليس، وإن هي بتهدلها هذا التكريم، الحقيقة شيء وجع قلوبنا، ولكن حسسنا بقد إيه إنه هي فعلا زي ما بقول هي لسه عندها روح الطفولة اللي مرتبطة بماما وبتهدلها الهدية أو الجايزة. فطبعا يعني إحنا بنحبها جدا جدا وبنقول لها مبروك عليكي الجايزة وكل سنة وإنتي طيبة عشان عيد ميلادك، وإن شاء الله كده دايما تمتعينا بضحكتك وخفة دمك وروحك وانطلاقك وإبداعك.